كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. حبينا اليوم نشوف كيف الناس استعدت لهذا الشهر الفضيل، فلفينا عمان ورحنا شفنا التجار والمواطنين وكيف استعدوا لهذا الشهر الفضيل، وخلينا نشوف شو جاوبونا المواطنين والتجار. يونس، كيف شايف اقبال الناس؟ والله اقبالهم قوي قبل رمضان، زي ما تقولي ما بتاكل غير برمضان، يعني بصير الاقبال اقوى من الايام العاديه. طبعا مش عارف، انا شايف الازمات، شايف تسكير الشوارع، يعني رمضان زيه زي اي شهر بيجي. لقيت حركه المواطنين كلها على المولات، يعني كلهم صاروا يتنزهوا على المولات ويصيروا يتسوقوا للمولات، اسعار المولات كثير كثير كويسه. يعني الحمد لله اجواء حلوه، وشايف انه في حركه، الناس عم تتحرك كثير يعني عشان تجهز لرمضان. زرنا مولات وزرنا اسواق شعبيه، فالناس كثير بتتحرك فيها. كيف شفتي، في زياده اسعار ولا ما في زياده اسعار ولا نفس النسب؟ نفس النسب، ما في شيء، يعني الطبيعي ما في شيء الحمد لله. والله في غالي وفي رخيص، اللي بيناسب الواحد بيشتري. لا منيح يعني. حسيت في ارتفاع؟ لا لا نفس الاشي، بس الاسعار غاليه. عندي 9 انفار ما بقدرش، يعني الراتب اللي بستلمه يلا مكفي يوم بيومه. بشكل عام المواد التموينيه بتطلع عليها ارتفاع تدريجي من غير ما العالم تحس. قاعدين هم العالم بتطلعوا على الكهرباء وبتطلعوا على البنزين وبتطلع، بس المواد التموينيه قاعده تطلع تدريجيا والعالم مش حاسه، وهذا الاشي مش عارف ليش. واي اشي بصير عليه عرض، اي اشي بصير عليه طلب، بصير عليه ايش؟ ارتفاع. طبعا كان ياخذ خروب بصير ياخذ 2، وفي اللي بياخذ 2 بياخذ 4، عم يعني زياده عن طاقه كمان. طب شو السر يعني الناس انه قبل اجواء رمضان، يعني عشان رمضان الناس عزايم وهيك فبيسحبوا ياكلوا لحم. حسيت في ارتفاع بالاسعار بحلول شهر رمضان؟ والله الاسعار زي ما هي، حتى بجوز نزلت شوي. طبعا لما يزيد الاشياء وتزيد التنافس بتزيد يعني بتقل الاسعار شوي. البلدي هلا ب 12 قبل رمضان، برمضان صار 13.5. يعني كل البندورة ب20 شادي. في الأيام العادية قبل رمضان، وقبل أسبوع برضو كمان أنا أخذت كيلو البندورة ب15 ب20، وبعد أسبوع بياخذوها ببيعوها بنص ليرة. صار الواحد يخاف إنه يجي رمضان عليه، لأنه كل إشي بغلى، واللي بيغلوا الأشياء كلها المواطنين. ليش؟ لأنه كل إشي بتهافتوا عليه، لأنه شهر رمضان مثل باقي كل أشهر، والحمد لله رب العالمين، إحنا وياكم بخير. صار إشي بسيط جداً لا يذكر، بس لأنه كل إشي عرضه طلب، زاد الطلب شوي، زاد إشي بسيط. زي على إيش؟ على كل إشي، بندورة وخيار وبطاطا وبصل، كل إشي زاد إشي بسيط، مش يعني صارت فرق كبير. وإحنا تحت رحمة التجار الكبار، تحت رحمتهم بتحكموا فينا، والعالم مش عارف شو بدنا نعمل. أستاذ أحمد، كيف شايف الإقبال الناس في زينة رمضان؟ والله الإقبال شحيع جدا، كأس العالم ضرب الدنيا كلها، عدا عن هيك كمان في الخيم، هاي مش عارف كيف، يعني خيم ضربت السوق، المحلات كلها احنا بندفع أجار والخيم ببلاش إلا ربع. بدي أسألك قد إيه أسعار الزينة؟ أسعار الزينة السنة أرخص من كل سنة. في عندك على الأسعار في متناول إيد الجميع. في عندك ناس بأخذ عدل مؤاخذة بده على مستوى، بأخذ زي الهلالات، بأخذ زي الفوانيس، عليها إقبال شديد طبعا. هاي زينة رمضان، ما أنت عارفة كل سنة وأنت سالمة، شغلة زينة رمضان هاي وشغلة رمضان بتضلها معتمدة أكثر شيء على الزينة. مش إنه كل واحد مستورد يجي يفتح خيمة ويخرب على السوق كله. والله البلدية أتلتنا. أتلتنا أسعار من الخيال، أيال يعني وزارة الزراعة ولا قادرة تسوى الموقف هذا بشهر رمضان في تنزيعيد. عملية العمالة بصير التصدير الخارجي هو اللي دبحنا في الأسعار، يعني الخروف اليوم جبته صار ب12 ونص. مصيبة، هذه أكبر مشكلة عندنا بشهر رمضان بصير عندنا. هو يعني ما في ارتفاع لأنه ما في شغل تصدير برا، يعني مثل ما بيجيبوه بالتلفزيون وبالبرا، لأنه إن صار في شغل تصدير صار كل إشي إيش غالي عندنا. اللي على المواد الغذائيه كلهم على المولات. برايك الخصومات ضربت عليكم؟ الخصومات يعني مش حقيقيه، يعني بيحرقوا بعض الاصناف وبعض الاصناف بيربحوا فيها. هي طبخه واحده وصحن هالشوربه اللي بتسويه العالم، بعدين بهالشوب هذا هي في شو، في اكل وفي والله كاس الميه دوب الواحد يكملها. طب ايش رح تطبخوا اول يوم رمضان؟ والله ما بعرف، هاي ست البيت هي اللي بتقرر. ورق دوالي كوسه، صواني، فتوش، معكرونة بلبن، سمبوسك. أوه كتير. ما عندك عزومة ولا عندك عزومة؟ لا ما عندي عزومة، أنا وعائلتي يعني.
أشياء رمضان اللي هي عكسوس وواعي وتيش مبسوط عشان رمضان؟ ها ياكل عام انت بخير.